مشاهدينا في كل مكان، مشاهدين برنامج قطار مصر، مشاهدين قناة الصحة والجمال، النهاردة معانا حلقة متميزة كلنا استنيناها. هنبدأها ببسم الله، بسم الله السلام على كل الدنيا وعلى كل مشاهدينا الكرام. يا رب أنت السلام ومنك السلام، أنعم علينا بالسلام. النهاردة موضوع حلقتنا هيكون عن السلام وعن رجل السلام الذي بدأ بالسلام الداخلي إلى أن وصل إلى السلام في الوطن العربي، الرجل الذي يدعو إلى السلام سواء كان السلام في الأوطان أو السلام في داخل الأسر أو السلام في مجالات عديدة جدا. معانا النهاردة معالي المستشار الأستاذ الدكتور محمد كمال علام، رئيس المركز المصري للسلام العالمي ومركز الأمم المتحدة للأبحاث المتطورة والمركز المصري للاستشارات وفض المنازعات الدولية. حابب أطلع معاكم ونشوف التاريخ المهني لهذا الرجل ومسيرة النجاح ومسيرة السلام ومسيرة دعوته للسلام، بدأ منين وهيبدأ منين، وهيكون معانا ومعاكم الأستاذ الدكتور محمد كمال علام. نشوف الفاصل ونرجع لكم تاني. We'll be right back.
تحية ليكم من أرض السلام. وزي ما شفنا مسيرة طويلة ومؤتمرات كتير وفعاليات كتير، قالوا عن ضيفي أنه أول من دعا إلى تآلف الشعوب عن طريق مبادراته وعن طريق مؤتمراته، أول من دعا إلى التعارف، أول من دعا لدعم كل المبادرات الوطنية. معنا ومعاكم المستشار الأستاذ الدكتور محمد كمال علام، رئيس المركز المصري للسلام العالمي ومركز الأمم المتحدة للأبحاث المتطورة والمركز المصري للاستشارات وفض المنازعات الدولية. إيه الجمال ده كله يا دكتور محمد؟ الله يخليك. عايزين كده نتكلم عن المركز المصري، والفكرة جت إزاي وابتدينا منين ومشينا لغاية فين؟ والله الفكرة بسيطة جداً، يعني من أبسط ما تكون، إن إحنا كلنا نفسنا نرجع للزمن الجميل. كلنا طبعا نفسنا نرجع، نفسنا نرجع للقيم، المثل، الأخلاق، الأمانة، المحبة اللي موجودة فيه، والحب الكبير اللي كان موجود بين الناس وبعضيها. إحنا محتاجين ده قوي يا دكتور محمد في الوقت الحالي. النقطة الرئيسية اللي خلاني فكرت فعلا إن أنا أنشر السلام. ابتدينا إمتى؟ تقريبا خلينا نقول من يعني البداية القوية كانت من 2013 تقريبا. من 2013، يعني 2013. احنا بقالنا دلوقتي عدد من السنين تقريبا كده، يعني داخلين على السبع سنوات، وتقريبا كل المجهود الضخم ده في سبع سنوات بس، ولسه ما بدأتش. لأن فعلا تحقيق الهدف مش مجرد عدد سنين، مش مجرد عدد مؤتمرات، مش مجرد مبادرات، مش مجرد فعاليات انت بتعملها، لا، الإيجابيات. أنا ليا ملاحظة، ولما نزلنا على صفحة البرنامج وابتدينا نقول إن احنا معانا الدكتور محمد كمال علام، كتير علقوا لي وقالوا لي احنا بنلاحظ وبنأكد إن كل مؤتمر بيكون فيه إضافة أكتر من المؤتمر اللي قبله، وكل مؤتمر بنحاول بنلاقي إن الدكتور محمد يعني بيلبسه ثوب جديد عن المؤتمر اللي قبله، بأفكار إيجابية ما كانتش تخطر على بال حد إن هي حد يناقش مثل هذه القضايا. والله هي أساساً هي نعمة من الله سبحانه وتعالى أنعمها عليا، يعني بقدر معين بيديني دايما الإيحاء والأفكار الجميلة. يعني كل الأفكار دي بتبقى مستوحى أو إلهام من الله طبعاً، لأن حضرتك طبعاً بتدعو طبعاً إلى نشر الخير، لأن السلام ده طبعاً اسم من أسماء الله الحسنى. هو أساس السلام الحب. أساس السلام الحب. الحب، سواء كان بقى السلام بين الشعوب، السلام الداخلي، السلام أياً الأسري، أياً كان نوع السلام أساسه الحب. سلام إذا كان في حالة وقف الحروب هو الحب، سلام أسري هو الحب، سلام اجتماعي هو الحب، سلام مهني هو الحب، الأساس اللي بيبنى عليه كل شيء. بيختلط على الناس دايما ان كلمة السلام يعني هي ضد الحرب، فهل تعليق حضرتك ايه؟ لان احنا طبعا يعني نحيا تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم نشعر بمثل هذه الحالة من السلام ومن الطمأنينة، ان احنا فعلا تحت قيادة فخامة الرئيس وتحت قيادة فعلا قيادة حكيمة بتدفعنا للأمام. السلام بقى نقول ايه؟ عايز اقول هنا، الناس دايما كلها المعتقد الأساسي فيها كلمة سلام يرتبط بالحرب. بالظبط، ده المفهوم العام، لكن فين السلام النفسي؟ فين السلام الداخلي؟ فين السلام المهني؟ فين السلام البيئي؟ فين السلام الأسري؟ فين السلام المجتمعي اللي في كل مكان؟ فين السلام اللي يخلينا أبني؟ اللي يخليني أبني؟ فين السلام؟ يعني احنا خلينا نقول، لو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني دعانا لإفشاء السلام كي يزيد الحب، يعني بالضبط. انا بعلق على كلمة حضرتك ان أساس السلام هو الحب، فحتى السلام اللي هو إفشاء السلام، إفشاء السلام يعني ده منبع من منابع الحب. تمام، والله سبحانه وتعالى هو السلام،
ده طبعا يعني الله سبحانه وتعالى هو السلام، ومن جعل فيه رسالة السلام ده هو أعطاه جزء من يعني الخصائص الإلهية، ولابد أن يكون له الإلهامات والإيحاءات اللي هي تساعد حضرتك على. شوف يا دكتور، أنا يعني هدفي كان الأساسي هو تصحيح مفهوم السلام، تصحيح مفهوم السلام، تعريف الناس إيه هو السلام، السلام اللي موجود في وسطينا بيننا حوالينا في مجتمعنا. وزي ما قلت لك في البداية خالص إن أنا عايز أرجع قيم الزمن الجميل لما بيكون في حب. يعني أنا شايف مسؤول عليا جدا يا دكتور محمد، بس أنا عايز كده يعني أسأل سؤال. اتفضل. يعني محيرني، يعني سؤال محيرني بجد، فعلا محيرني، ويمكن يعني سألته لنفسي كتير. ما هو السر وراء حب الناس للدكتور محمد كمال علام؟ ومش هنقول بس مؤيدينه، لا، مؤيدينه ومعارضينه ويعني كل من تعامل مع الدكتور محمد كمال علام يحبه ويقن له التقدير. ايه السر في ده؟ لاني بعمل كل حاجة من جوه قلبي، بعمل كل حاجة بحب، ماليش أطماع شخصية، ماليش أطماع قيادية، ماليش أطماع مادية، لا، بعمل كل شيء من جوايا نابع مني أنا من داخلي، بعمله بحب إنه عشان يوصل للناس. هي دي النقطة المهمة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هو سبب وصول الحب للناس، إن هو يكون فعلا خارج من القلب بدون أي بدون أي أطماع، بدون أي دوافع شخصية، بدون أي أغراض قيادية، أغراض سياسية، أغراض يعني. أنا شايف إن حضرتك عايش لهذا المنهج من الحياة. بالظبط بالظبط، أنا مكرس كل جهدي، كل تفكيري، كل وقتي بالكامل إن أنا أنشر السلام، وركزت أكتر على السلام المهني. السلام المهني لسبب معين، المهن كلها بكافة أشكالها وأنواعها لو اتطبق فيها السلام، لو بمعنى طب صح. أنا عايز أعرف السادة المشاهدين، يعني نحاول نبسط تعريف كلمة السلام المهني بجمال المعنى أو بجمال المفهوم، ويعني أنا يمكن اللفظ ده لم أسمعه غير من حضرتك. أقول لحضرتك حاجة، التبسيط الجميل قوي للموضوع السلام المهني، خلينا نقول هو إيه؟ إن أنا بنشر الحب وبنشر القيم والمثل والأمانة داخل كل مهنة. لو اتحققت الحاجات دي جوه كل مهنة هيسود السلام تام، هيحصل زيادات في الإنتاج، زيادات في العمل، زيادات في الحب، في الشغل، في كل حاجة. هتلاقي الشغل يختلف، مش هيبقى فيه الأحقاد الداخلية اللي موجودة. يعني السلام المهني دافع من دوافع الإنتاج والتنمية؟ طبعا طبعا. تخيل أنت لما تكون في مكان أو في أي وحدة إدارية أو إنتاجية أو صناعية وحصل توائم بين كل العاملين في الداخل عندك، إيه اللي بيحصل نتيجته؟ هيبقى نسيج واحد، وطبعا هيعتبروا نفسهم يعني المعوقات مش هتلاقيها موجودة، اللي هي بتعطل الضغائن والأحقاد المعوقات مش هتلاقيها موجودة. فأنت لما تنشر السلام بينهم الكل هيشتغل بحب. وبعدين احنا مش انا مش بعمل حاجه جديده يا جماعه، انا بطبق تعاليم الاسلام بتاعتنا اللي بينادي بيها دايما. ده كمان ده جميع الاديان تنادي بالسلام، وتنادي بالحب، وتنادي بالتآلف، وتنادي بمعاني كتيره جدا. يعني انا محرج وانا بقول فقدناها. يعني انا بحاول ارجعها. يعني أنا أستشعر إن يعني أنا مش عايز أقول لحضرتك، كلام حضرتك مؤثر جدا يعني وسبب تأثيره زي ما قلت حضرتك يعني إن هو نابع من القلب. أنا لولا إن أنا مش عايز رتم الحلقة يبقى بطيء قوي كده لكنت يعني ظهر عليا التأثر أكتر من كده. لا، أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا يمكن لما اهتميت قوي، ويمكن في مؤتمراتي كتير، مؤتمراتي اهتميت بأنواع التكريمات. تكريمات ايه؟ انا عايز اسال سؤال يا دكتور محمد. يعني انا بسم الله ما شاء الله ربنا يزيد حضرتك، يعني عدد المؤتمرات على مستوى السنه تقريبا بيتجاوز ال 12 مؤتمر. صح تمام. وكل مؤتمر بافكار جديده، بفعاليات جديده، بتكريمات جديده، يعني ما بنكررش نفسنا.
لا اصل ليه تكرر نفسك طالما لسه فيه، لسه فيه المجال كبير جدا وفي حاجات كتير جدا احنا لسه ما خدناهاش كتير، ليه اكون في رتم واحد واقف في مكان واحد واقعد الف فيه نفسه؟ يعني انا بشوف يعني اللي بيعمل مؤتمر في السنه بيقول يا انا عملت اللي ما اتعملش، صح؟ فده نابع من اقول ايه تدفق الافكار. والله فعلا انا لما بكون بعمل مؤتمر يمكن قبل ما اخرج من المؤتمر بيكون جالي فكره مؤتمرين، من المؤتمر مؤتمرين؟ من المؤتمر نفسه يعني، من احداث معينه فيه. يعني لما كرمت ليه انا كرمت الفنانين والفنانات وكرمت فنان الزمن الجميل خصوصا ده تحديدا، وده على فكره انت حضرتك بتكرم كل ما هو ذو قيمه، لان بالزبط. احنا عايزين نرجع القيم، القيم وعايزين نعرف الناس ان كل من له قيمه ويحترم القيم ويحترم الاخلاق، لان ده في النهايه بيصب في بطاقه السلام الداخلي او السلام بين الشعوب. الناس دي ادتنا قيم، ادتنا مبادئ، ادتنا نخبة ممتازة جدا من المثل. لا ده هم ربونا على هذه المثل. بالظبط. يعني احنا ربونا، فدول مش من حقهم يتكرموا؟ لا ده طبعا ده احنا نكرمهم ونكرمهم لمسة، دي لمسة بسيطة ودايما بتبقى لفتة طيبة جدا ان احنا نشوف نجوم زمن الفن الجميل اللي أسروا حياتنا وعلمونا الحب وعلمونا القيم وعلمونا حتى يعني إيه احترام الفن. بس أنا بدأت أول ما بدأت في التكريمات بدأت بتكريم أول وأسرع وسيلة لنشر السلام وهم الإعلاميين. الإعلاميين أنا يعني كرمت نخبة كبيرة جدا منهم الحقيقة، لأن أنا دايما بشوف الإعلامي هو القناة الرئيسية السريعة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس. ممتاز جدا. تمام. لأن ما هو الإعلامي ده هو منبر لنشر السلام ومنبر لنشر القيم. هو الحمد لله يعني في كم كبير من الإعلاميين يعني يعتبروا سفراء عندنا في المركز. إيه بقى قصة السفراء يا دكتور محمد؟ ولأن هو لقب يعني يمثل يعني إيه درجة في مركز في المركز المصري للسلام. هقول لك احنا ما بنديش درجات اكاديميه، دي درجات كلها شرفيه، درجه شكر وتقدير لاعمالك ونشاطك بتستحق فيه ان انت تكون سفير للعمل ده. يعني نقصد بكلمه سفير ان يكون رسول او داعي لهذا العمل. بالظبط. فكل انسان طبعا الدرجه دي انا عايز اقولها ما بتشترطش مؤهل، ما بتشترطش، ممكن عامل نظافة يبقى سفير. ممتاز جدا. لأنه بيأدي عمله بإخلاص وبيأدي عمله، لما يكون سفير للنظافة ده شيء حلو. قد إيه بيكون عامل إسراء كبير جدا جواه. طيب يا دكتور محمد قبل ما نستطرد في كلامنا معانا مداخلة من مدام رانيا مصطفى. مدام رانيا. الصوت يا شباب. ألو. مساء الخير يا مدام رانيا. الو الو. ايوه مساء الخير يا مدام رانيا، اتفضلي. صوت مش سامعاكم كويس. طب هستاذن حضرتك ممكن تبعدي عن التلفزيون شويه، لو جنبك تلفزيون هقفله. حاضر. الو اتفضلي يا مدام. كده الصوت كويس؟ كويس جدا. طيب مساء الخير. مساء النور عليك يا فندم. وزي انا بتمسي على الدكتور محمد، لما شفته انبسطت بصراحه جدا جدا. احنا كلنا بننبسط لما بنشوف الدكتور محمد. وبرحب بيك انت كمان يا دكتور حلمي. الله يخليك. يعني الله يخليك. يعني ربنا يبارك في حضرتك وسعداء بيكي. يا رب. وانا كنت فعلا عارفه انه عاد، وكنت منتظره الدكتور محمد يظهر بفارغ صبر يعني عشان احييه واشكره بصراحه على يعني كل حاجه بيقدمها لمصر والسلام. تسلمي لي والله. تسلمي لي. تسلمي لي. اشكرك جدا. رساله وعايزه اعرف اخر الاخبار ايه يعني ان شاء الله باذن الله. احنا عايزين رساله دعم لافكار والقيم الدكتور محمد، تقولي له ايه كرساله دعم يا فندم؟ عايزين رساله دعم للدكتور محمد، عايزين زي ما هو بيدي للناس شهادات تقدير وتكريمات، عايزين على الهوا كده نشوف محبينه يكرموه بايه. لا بصراحه هو بيدي دعم جامد، حتى يعني هي حاجات بتبقى معنويه وبترفع
عارف من وعي الانسان كده يعني بيبقى عايز يخدم في كل مجال، ياخد بيه شهاده بتخصصه بيخدم. وهو بصراحه انسان مهذب ومحترم، والمركز المصري محترم فيه مراكز كتير جدا. اشكرك جدا. بس انا بصراحه بحترم المركز ده جدا جدا، مع احترامي للجميع بحترمه جدا جدا، وبحس ان فيه مصداقيه اكتر. وعايز اعرف ان في نشاطات تانية بالنسبه لان ما فيش مؤتمرات الا كلها اونلاين دلوقتي. اخر حضرتك اسمعينا وتابعينا وشوفي كل جديد دكتور محمد هيقدمه معانا، وانا بقدم له كل الدعم وبقول له والله المركز المصري دوت رائع رائع رائع، ودايما اشكرك جدا جدا. وشكرا لحضرتك جميع المركز المصري ومنتمين ليه بيشكروك يعني. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك. محبينك كتير يا دكتور محمد. الحمد لله. طيب نطلع فاصل ونشوف الخبر الجديد، خلوكم معانا عشان في مفاجآت كتير من المركز المصري للسلام ومن الدكتور محمد كمال علام، ابقوا معانا. مواجهة الموضوع ده كله، أنا فعلا بعتبر الطبيب هو الجندي رقم واحد. لازم تحية كبيرة ليهم جدا، الجيش كبيرة الأبيض تحية. يعني الشعب هو اللي أطلق عليهم الجيش الأبيض، الشعب بيقدر كل اللي يقف جنبه، مصر والمصريين دايما بيقدروا كل طبعاً من يقف جنبه. واقفين في يعني في مواجهة الموضوع ده، واجهين في الخطر وسايبين بيوتهم وسايبين كل حاجة وعرضة للإصابة. لكن فعلا في منهم طبعا إصابات عالية بالظبط، لكن حبهم لمصر، دورهم، حبهم هم بيقوموا بدورهم، حبهم لوظيفتهم ومهنتهم اللي اقسموا عليها. صح. فكل ده شيء جميل. وكل المشكلات ليه معترين. الهدف الرئيسي من تكريم الشخصيات هو احنا مركزنا اساسا متخصص في السلام ونشر السلام ونشر القيم والمثل بين المهن بمختلف انواعها. فكنا ان احنا نكرم اهم 50 شخصية للسلام العالمي في الشرق الاوسط، فهو تكملة لمسيرة المركز في التكريمات المستمرة اللي احنا كرمناها قبل كده للسادة الاعلاميين وللسادة الفنانين ولفناني الزمن الجميل والعديد جدا من الشخصيات والرياضيين كمان. فاحنا النهاردة بنكرم باختيار أهم 50 شخصية متميزة في الشرق الأوسط. كل المنظر المحافظين يعني بنكرم فرع بين المهن اللي احنا بنسعى دايما ان احنا نكرمه. احنا مركزنا هدفه الرئيسي نشر السلام، سلام المهني، سلام الاجتماعي، الثقافي، الفني، والبيئي، والصحي، والهندسي، السلام بكافة أنواعه وأشكاله. أنا بعتبرها من أهم أسس السلام في المجتمع. السلام لان المهن دي كلها قنوات لنشر السلام. لما انشر السلام بيني وبين زملائي، لما دكتور ينشر السلام في عمله، لما ممرضه تنشر السلام في عملها، لما عامل النظافه بيقوم بعمله الكامل، بيخلينا احنا نحس براحه تامه، بسلام تام، واحنا ماشيين في شارع نظيف، في اماكن نظيفه. كل دي عناصر وقنوات للسلام. اخص مركزي انا، كل إنسان خد درجة متميزة بدرجة سفير بالسلام هو يستحق.
مش الرجل الاول بس، لا، راعي السلام في الوطن العربي. صح الكلام ده يا دكتور؟ والله اتمنى فعلا ان اكون كده. احنا مش عايزين تواضع في الكلام، احنا عايزين الحقيقه. مش تواضع يعني، يمكن الناس بتطلق عليا كده او الصحف او الاعلام. بس انا بادي رساله بالظبط. كوني باديها مش باديها عشان يعني يتقال عليا الرجل الاول في السلام او يدوني لقب معين، لا، انا باديها عشان انا مؤمن بيها. ايه الجمال ده دكتور محمد؟ انا هاخد من كلام الزميله الاعلاميه مروه وهي بتقول الراعي الاول للسلام. طيب كان قبل الفاصل كان في مداخله من الاستاذه رانيا بتسال ايه الجديد اللي حضرتك هتقدمه، خصوصا احنا مش متعودين على الغيبه الطويله دي. يمكن احنا الغيبه الطويله دي كانت غصب عننا كلنا طبعا، مش بس هنا في مصر، في العالم كله، بسبب موضوع تفشي الوباء بتاع الكورونا. مؤتمرات وقفت، مفيش تجمعات، مفيش حفلات، مفيش مناسبات، مفيش اي حاجه خالص. لكن هل ده معناه ان احنا نقف؟ طب لازم نكمل رساله. هنعمل ايه يا دكتور محمد؟ ما يعني في انا عارف مؤتمراتك بيحضرها العديد من يعني مش من مصر بس، ده بالعكس، ده من يعني دول عربيه، دول عربيه كتير قوي. عشان كده انا فكرت ان احنا نعمل مؤتمر نشوف فيه دور المراه ونعمله اونلاين. مؤتمر اونلاين، اونلاين عن طريق الشاشات، المجموعه كلها موجوده عن طريق برنامج زوم اللي هو بيتعمل عليه اشهر مؤتمرات واشهر. ممتاز جدا. بس انا عايز يعني سميناه ايه يا دكتور محمد؟ هو مكتوب المؤتمر العربي الثاني لدور المراه في معاصره وباء الكورونا. دور المرأة العربية في معاصرة وباء الكورونا. الله. فده طب ليه اخترنا المرأة يا دكتور محمد؟ أنا معايا مداخلة يا شباب. طيب انقطع الاتصال. طب ليه دور المرأة؟ هل أقول لك أنا ليه سبب المرأة؟ المرأة يمكن يعني أنا قلت قبل كده وبكررها، هي أهم عنصر في المجتمع. أهم عنصر في المجتمع، فهي الأم والأخت والزوجة، كل حاجة هي المرأة. الحياة بدون المرأة صفر، ويمكن تحت الصفر. فالمرأة هي اللي بتدي كل المشاعر، بتدي كل الحب، بتدي كل الطاقة، بتدي خلينا يعني ايه الحوافز، كل طيب ما يطلب. ناخد المكالمة اللي معانا دي ونشوف يعني السلام من المرأة. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بحضرتك. اتعرف بيك. معاك طاهر من اسكندريه يا فندم. اهلا يا استاذ طاهر. اهلا بحضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ والله المدام جنبي اصلا ومكسوفه اصلا تتكلم، فانا حبيت ان انا ما صدقتش اصلا ان الدكتور محمد قدامنا. في يعني حابين جدا ان احنا نرحب بيه، لانه فعلا وجوده نادر جدا في الايام القليله. لا الدكتور محمد مع حضرتك اهو، يا ريت المدام برضو. لا يعني شاشه قطار مصر وشاشه تحت امرك الصحه والجمال، يعني احنا بنتشرف باهالي اسكندريه وبنتشرف باي حد يكون عزيز علينا وضيف عزيز علينا. الله يخليك. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ الله يخليك. تسلم. انا مش مصدق والله ان حضرتك منورنا والله النهارده. تسلم لي حبيبي. الله يخليك. اسكندريه عامله ايه يا استاذ طاهر؟ اسكندريه عامله على حسك ايه دلوقتي؟ والله الدنيا، لا الدنيا جميلة جدا، بس الدنيا هادية خالص، تمام، والناس بصراحة ملتزمة بالحظر جدا. فبس بصراحة دور يعني أنا كان ليا سؤال عند الدكتور، كنت حابب أسأله سؤال مهم جدا جدا. اتفضل يا فندم. اتفضل. هو حضرتك حسيت بالمرأة ازاي بالذات الأيام دي، في وجودها في المنزل؟ يعني أنت ازاي حسيت بيها قوي كده لدرجة إن أنت عملت لها كذا مؤتمر يعني بشكل عام حبيت، يعني انا حبيت صراحه السؤال ده، اشمعنى بالذات المراه؟ ولا حضرتك عامل برضه مؤتمر تاني، يعني بتعمل مؤتمرات تانيه للرجال او كده؟ حبيت بس اعرف. وفي نفس الوقت والله المدام مكسوفه نفسها تتكلم، بس هي
مش عارف مكسوفه جدا. انا نفسي اصلا والله اتكلم حضرتك، بس انا حبيت بصراحه ان انا بحبك اصلا. الله يخليك يا حبيبي، نسعد بيك. الموضوع بكل بساطه، انا يعني رجل زي كل الرجال في المجتمع، عندي اسره وعندي بيت وعندي زوجه، فشفت بنفسي الزوجه دي في الفتره دي وفي الظروف اللي احنا مرينا بيها دورها كان ايه، والاعباء اللي هي تراكمت عليها كانت قد ايه، ازاي كانت شايله حمل كبير جدا، حمل الخوف على اسرتها، ده واحد من ناحيه الرعايه والرعايه الصحيه والوقائيه، علاوه ان هي بقت موجوده مع كل الاسره متجمعين في وقت واحد وفي مكان واحد، بعد ما كان الاول مثلا الزوج في شغله، الاولاد في المدارس، لا كله بقى قاعد، يعني المسؤوليه عليها زادت. ازاي بتخدم الناس دي كلها؟ ازاي بتراعيهم؟ ازاي خايفه؟ يعني انا عندي واحد من الناس، يعني لو خرجت بره الباب ورجعت من على الباب زوجتي ما بتدخلنيش، تقول لي ايه العجزمه الاول، وماسكه لي بخاخه في ايديها. بتحصل معايا، معاها البخاخه في ايديها قبل قبل ما ادخل، خش اغسل ايدك، طلع عيني، هي قاعده قدامي، طلع عيني. لا دورها جامد جدا، فعشان كده انا يعني بحييها، بحيي كل ست فعلا عصرت الفتره دي وخايفه على بيتها، وخايفه على بيتها. هي كل اللي بتعمله ايه؟ خوف. هي خايفه ايه؟ من حبها، بتحب ولادها، بتحب جوزها، بتحب بيتها، بتحب حياتها اللي هي عايشاها ومنظماها بنفسها. فالفترة دي فعلا ظهرت جدا الدور القوي جدا للمرأة، وأثبتت وجودها بشكل رهيب. الظروف هي عملتها كده، لكن هي فعلا عاشت وعصرت ومرت بكل ده. وأكيد عشان كده أنا فكرت في المؤتمر إن المرأة هي أكتر شخصية ليها تجارب في الفترة دي، معاصرة الوباء، عشان كده فكرت في مؤتمر العربي الثاني لدور المرأة في معاصرة وباء الكورونا. وطبعا ده مؤتمر عربي، يعني بيشارك فيه تقريبا معانا حوالي 15 دولة عربية. زي ايه يا دكتور لو ذكرنا الدول العربية المشاركة في مثل هذا المؤتمر؟ هقول لك انا مثلا الدول العربية المشاركة معانا الكويت، الكويت، معانا السعودية، معانا سلطنة عمان، معانا الجزائر، معانا سوريا، معانا تونس، معانا المغرب، معانا لبنان، معانا فلسطين. بيسألوني في الكنترول، يعني احنا اتكلمنا عن المؤتمر ودور المرأة، طيب الميعاد ايه يا دكتور عشان الميعاد وكيفية الاشتراك؟ لا الحقيقة الوقت الاشتراك خلاص، لان هو يوم السبت الجاي ان شاء الله، يوم السبت هيبدأ السبت والحد والاثنين والثلاث، أربع أيام، كل يوم من الساعة 6 ل 8. من الساعة 6 ل 8. هتبدأ في كل يوم خلال الفترة دي مجموعة معينة تتكلم عن الأدوار بتاعتها، الأدوار بتاعتها، إيه اللي مرت بيه، إحنا عايزين نستفيد من ده كله. طب هل حضرتك يعني كرئيس للمؤتمر نسقت إن هو يكون في نوع من التعارف بين المرأة المصرية بالمرأة الفلسطينية بالمرأة الكويتية لنقل التجربة؟ ما هو التجربة نفسها لما تطرح موجودين في نفس الوقت، كلهم بيسمعوا وبيشوفوا تجربة كل واحدة انها تتكلم بطلاقة عن تجربتها. فده احنا الكل، مش بس المرأة اللي موجودة في المؤتمر، لا حتى المشاهدين، ان ده كله هيبقى اونلاين وفي نفس الوقت هيكون مسجل وهيتذاع تاني. ممتاز جدا، يعني تقريبا عدد المشاركين في المؤتمر من كافة الدول العربية. تقريبا احنا عندنا حوالي بالنسبة للمؤتمر ده من الدول العربية ومن مصر حوالي 30. ما شاء الله، ده رقم برضو رقم مهول. يعني ده اللي يعني ايه اللي قدرنا ان احنا مش عايزين نزود قوي. طب احنا ده اونلاين يعني يا دكتور، مفيش تجمعات ولا حاجه؟ طب ما احنا طبعا عشان نراعي الظروف الصحيه طبعا، وفي نفس الوقت الاونلاين بيساعد كل واحده ان هي في مكانها، ان هي فعلا تكون مهيئه انها قاعده قدام الكاميرا بتاعتها او اللابتوب او الموبايل وتتكلم بطلاقه وبراحة. طب خلينا نقول تحديات، انا مش عايز اقول صعوبات، او يعني تحديات قابلت حضرتك
في مؤتمراتك في هذا المؤتمر تحديدا اللي هو كان في ظروف صعبه في الوطن العربي كله؟ هقول لك التحديات اساسا اللي كانت بتواجهني، بس الحمد لله انا في حاجه معينه ربنا مدهاني ان انا ما بستسلمش لاي تحدي. انا التحدي بيزيدني قوه والحمد لله. التحدي بيزيد حضرتك ده احنا يعني انا طبعا شايف ان دي دعوه للشباب اللي هو طبعا يعني من اول ضربه بيترك المجال، وخصوصا ان مجال حضرتك هو مجال العمل العام والعمل الخدمي والعمل والمشاركات المجتمعيه. التحدي هو اللي بيديك يعني حافز للعمل. طبعا ما بخلاش الوضع من حقد، من حسد، من معوقات. في ناس بتبقى اعداء النجاح، كل ما تنجح عشان تعرف انك ناجح لازم يبقى ليك اعداء، لو مالكش اعداء انت مش ناجح، اكيد مش ناجح. طيب يعني ايه الحاجه او ايه الشيء لما حضرتك بتصاب بنوع من انواع هنقول ايه كبوه الناجحين، ايه اللي بيدفعك للامام تاني؟ هرجع اقول ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيديني القوه، بيديني الصبر والهدوء، ان انا افكر دايما بعقلانيه. انا بحاول استفيد من كل شيء يحصل، افكر في النواحي الايجابيه فيه، انا ما بفكرش في السلبيات، ببعد عن السلبيات عشان ما تاثرش عليا. دايما في كل حاجه قدامك في سلبيات وفي ايجابيات، ابعد عن السلبيات، خليك في الايجابيات وكده الموضوع. لكن الناس بتركز على السلبيات ونفضل ندور في حلقه ونسيب الايجابيات. طب دكتورنا، مبادرات كتير وطنيه ومبادرات كتير هادفه، منهم مبادره دوائي مصري اللي انا اشرف ان انا اكون مسؤول عنها واشرف ان انا اكون يعني مؤسس هذه المبادره، لقينا دعم غير عادي من حضرتك. هقول لك ليه. انا لما سمعت عن المبادره دي واتطرحت قدامي حقيقي عجبتني جدا جدا، واعتبرتها مثال وطني لأي إنسان عايز يساهم في وطنه، إن هو يرفع من شأنه ويصحح مفاهيم معينة موجودة. إن المبادرة دي كانت بتصحح مفاهيم عقدة الخواجة بالظبط، ومفاهيم الدواء الأجنبي اللي أسعاره هي أضعاف 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 مضاعفة، وكل الناس طبعا عارفين الموضوع ده. كون إن أنت تركز على توعية الناس بأن الدواء المصري موجود. عايزين نقول الصناعة المصرية، ويا ريت يبقى يعني يبقى في مؤتمرات عن الصناعة المصرية بشكل عام، ويشارك فيها طبعاً حرفيين، ويشارك طبعاً فيها طبعاً مصانع، ويشارك فيها مش في مجال الدواء بس. احنا لا، الدواء ده كمثال كان بس مثال احنا حلو. نرفع شعار صنع في مصر اللي احنا بنفتخر بيه، وانا شايف ان عجلة التنمية او هذه المحنة اكسبتنا منحة داخلية ان احنا نشتغل. شوف انا عايز اقول لك حاجة، انا باصص للمستقبل نظرة جميلة قوي. حاسس ان احنا بعد الفترة اللي مرينا فيها دي، الوقت بينسحب مننا بسرعة، عايزين نقول رسالة سريعة كده، ورسالة سلام من الدكتور محمد كمال علام رئيس المركز المصري للسلام، رسالة سلام للعالم كله. عايز اقول للعالم كله خلينا نحب بعض، خلينا نكون في وئام، في انسجام، في راحة نفسية. خلينا نشيل الأحقاد على جنب، خلينا نشيل كل سلبيات عندنا على جنب نرميها. خلينا نفكر مش في نفسنا بس، خلي كل واحد يفكر في التاني. حب لأخيك ما تحبه لنفسك. لو طبقنا المثل ده أو الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، ده لو اتطبق كل الناس هتبقى كويسة مع بعض. لو أنا أحب لك الخير وأنت هتحب لي الخير، هيبقى في أي عداوة بيننا؟ احنا عايزين ندعو الناس ان هي تحب الخير فاحنا اللي بنقوله فعلا. انا اللي انا عايز اقوله للكل
وللجميع ولكل الوطن العربي ولكل شخص، سواء راجل كبير أو شاب أو طفل لسه طالع، وكل امرأة وكل سيدة وكل طالبة أو طالب، خلوا الحب بمعناه الحقيقي يكون جواكم. حب مش بس الحب العاطفي، حب الأسرة، حب المجتمع، حب الخير، حب العمل، حب التطور لقدام، حب ان يكون في حافز عندنا بصفة مستمرة عشان نحب بعض. لو طبقنا الكلام ده هنبقى كلنا في سلام، يكون في أمانة، يكون في إخلاص، يكون في كل شيء نابع من القلب، ما يكونش مجرد كلام، مجرد فعل. لازم نبعد عن الأحقاد، نبعد عن الحسد والغيرة، ما نضيعش وقتنا كله. أنا بشكر حضرتك وإحنا وقتنا انتهى، بس هي أجمل رسالة حب، وإن شاء الله في محطة بعد محطة بنتقابل وبنقابلكم بكل رسالة حب. قطار مصر هيقف في المحطة اللي تناسبك، أشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله. أشكرك جدا يا أستاذ. أشكرك يا حبيبي.